السلام عليكم، معكم اي بوف دي بروف اون ريزون انفورماتيك في فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله غنكملوا على السلسله ديال بروميير اني. دونك اللي كنا تكلمنا دخلنا في لادريساج اي بي، وتكلمنا في اخر سيونس على سي كوا اون ادريس اي بي. دونك تكلمنا على ادريس اي بي وقلنا بلي اون ادريس اي بي هي واحد ليدونتيفيون ديال واحد لا ماشين، ماشي في العالم وانما في واحد الريزو. وقلنا بلي لا ستركتور ديال هاد ادريس اي بي عباره عن اربعه ديال لي زوكتي، وكل اوكتي كودي سيغ 8 بيت اللي هو ديجا ان نومبر اون ديسيمال. متفقين؟ وقلنا بلي الماسك او لا ستركتور كامله هي 32 بيت اون توتال. مزيان. دونك اليوم ان شاء الله غنتكلموا على واحد المشكل طاحوا فيه من اختاروا هاد ادريس اي بي، باش في الاخر نتكلموا على ما يسمى بالماسك ريزون. دونك غنحطوا واحد الاشكاليه اللي عن طريقها غنستخرجوا لو بيت او لوبجيكتيف ديال هاد الماسك ريزون. دونك فرضا في واحد الشركه في واحد لونتربريز عندها دو ديبارتمون، دونك ديبارتمون دو ستوك و ديبارتمون ديال البوبليسيتي. دونك واحد ديبارتمون كيجيرو فيه ستوك، كيحطو فيه لو ستوك ديال الماتريال ديال الشركه او لي برودوي ديال لونتربريز، وواحد ديبارتمون كتجيري ليهم البوبليسيتي الاشهار. مزيان. دونك بيان سور او نيفو ديال شاك ديبارتمون غالبا كيكون كل ديبارتمون شركات كيديرو ليه واحد الريزو. مزيان. دونك بيان سور في هاد ديبارتمون ديال ستوك غيكون بزاف ديال لي ماشين، دي بي سي بيان سور، دي زامبريمونت اكسيتيرا، وهنا بيان سور نفس الشيء. دونك وكل ماشين خاصها واحد ادريس اي بي، بيان سور إلا كانت غاتانتيغرا في الريزو، يعني كانت غاتوقع عليها واحد لا كومونيكاسيون، حيت قلنا مايمكنش واحد الماشين دير واحد لا كومونيكاسيون في واحد الريزو إلا ما كانتش عندها واحد ادريس اي بي. مزيان. دونك حنا عارفين بلي لادريس اي بي قلنا نقدر نبداها من أول احتمال ديال كاع لي بيت، وقلنا اصغر احتمال في شاك بيت هو زيرو. دونك معناتها ان اول احتمال في لادريس اي بي غيكون كلشي زيروات اللي هو زيرو 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 زيرو، واخر احتمال اللي هو اكبر احتمال في شاك بيت اللي هو ان. دونك الا كانوا كاع لي بيت ان، يعني وي بيت الاولى كامله ا ان، وي بيت الثانيه كامله ا ان، ثوازيام اوكتي كامله ا ان، اي كاتريام اوكتي كامله ان. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا 255 255 255 255 255، وهذا هو اخر احتمال ممكن نكتبو في واحد لادريس اي بي دو فيرسيون 4 اللي هي اللي كنتكلمو عليها ديما في اللوكال. دونك كاينه فيرسيون 6 اللي نقدروا نديروا عليها واحد لو كول اللي ما كتخدمش بيان سور او نيفو ديال لوكال، ولكن او نيفو ديال الانترنت. وغنعرفوا علاش، وغنعرفوا المشاكل ديال هاد لادريس اي بي، علاش داروا هاد لادريس اي بي فيرسيون جديده اللي هي فيرسيون 6. دونك شنو قال لك؟ قال لك دابا نخليو الناس يختاروا هاد القيم، يعني الاحتمالات من 000 حتى 255 255 كيما بغاو، ولكن لوكال اللي غنطيحوا فيه او لا لوكال اللي غيطيحنا في واحد لو بروبليم هو ان الى واحد السيد خدام في هاد لا ماشين اختار بار اكزومبل عشوائيا واحد لادريس اي بي بار اكزومبل 192 168 1 10 بار اكزومبل، ونيفو ديال نفس الريزو غنعرفوا بلي ما يمكنش واحد لادريس اي بي او لهاد لادريس اي بي 1 10 ياخذها واحد 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 لا ماشين اخرى غراس او بروتوكول ار. و نورمالمون خصنا نتكلموا على هادشي في الموديل تي سي بي اي بي، هاد لي بروتوكول نعرفوا الخدمه ديال الار، وغنعرفوا من بين الخدامي ديال هاد البروتوكول ار انه لا ماشين كتقدر ديتيكتي واش هاد لادريس اي بي اللي غتاخد واش ديجا موخوذه من عند شي بي سي اخر ولا لا. الا كانت ديجا موخوذه ما كتقبلهاش لك، سينو راه غتقبلها. دونك حتى واحد ما عنده هاد لادريس اي بي. دونك او نيفو ديال نفس الغيزو ما كاينش اشكال، ولكن الاشكال اشنو هو؟ هو الغيزو ديال ديبارتمون ديال بوبليسيتي. فرضا بلي واحد الشخص في لاماشين ديالو اختار انه مانيوالمون يدير لادريس اي بي نفس لادريس اي بي اللي هي 192 168 1 10. علاش؟ تو سامبلومون حيت من حقه. دونك عندي كاع الاحتمالات، هذا فكر في الاحتمال 192 168 1 10، وهذا حتى هو فكر في نفس الاحتمال، وهذوك واخا غارمون فاش غيطرا ولكن غيقدر يبقى. حنا خصنا نحيدو نورمالمون هاد البروبليم بتاتا 100% خصو يبقى هاد البروبليم. دونك اشنو غيوقع؟ بيان سور ما بين لي ريزو ديال نفس الشركه خاص ديبارتمون ديال ستوك، بعض المرات كتحتاج تواصل مع البيبيسيتي، ونفس الشيء بعض المرات الريزو ديال البيبيسيتي كيقدر يصيفط ميساج او لا كومونيكاسيون للديبارتمون ديال ستوك. دونك اللي غيوقع هو انه الا تلاقاو هاد واحد لا كومونيكاسيون تلاقات فيها هاد لادريس اي بي مع هاد لادريس اي بي غيوقع واحد كونفيزيون. متفقين؟ دونك غيضربوا لينا جوج ديال لي ماشين عندهم نفس لادريس اي بي، او لا فرضا واحد لا ماشين مثلا كاينه في واحد ثوازيام ديبارتمون مثلا بغات تصيفط واحد الميساج
او اللي بغات بيغ على 192 168 110 هاد البيغ ما غيعرفش واش يمشي لهاد لا ماشي او لهاد الميساج ما غيعرفش واش يمشي لهاد لا ماشي او اللي يمشي لهاد لا ماشي وهادشي غيبقى عندي هو ديال روتور بيان سي وهذا اشكال صافي دونك الاشكال هو انهم جوج اشخاص يختاروا نفس ادريس اي بي في دو ريزو ديفيرون علاش حيت كاينه العشوائيه في لو شوا ديال ادريس اي بي وهاد العشوائيه نورمالمون ما غاتش ما خصهاش تلقى وهادشي فاش تفكر دونك قال لك اودي هاد العشوائيه نورمالمون الا خلينا ادريس اي بي اي واحد يختار اي ادريس اي بي بغا غنقدروا نطيحوا في هاد لوكا هذا دونك اشنا هي لو سوليسيون لا سوليسيون اون برينسيپ اللي فكروا فيه هو كالتالي قال لك اودي لادريس اي بي عندنا فيها 4 اوكتي اوكتي 1 بوين اوكتي 2 بوين ثالثيام اوكتي بوين كاتريام اوكتي مزيان دونك قال لك اودي غنقسموا هاد لادريس اي بي على دو بارتي واحد لابارتي غتبقى تيدونتيفي الريزو يعني مثلا هاد لابارتي ريزو ديال ستوب ما خصهاش تكون نفسها لابارتي ديال بيبليسيتي علاش حيت تو سامبلومون هذا ليدونتيفيون ديال ريزو وكل ريزو خصو يكون عنده ان اي ان سول ايدونتيفيون اونيك ما يكونش كيتعاود شي بلاصه اخرى وهذه كتسمى لابارتي ريزو او لما يسمى بالاونغري نيت اي دي نيت اي دي صافي دونك هاد لابارتي ريزو او نيت اي دي غيبقى ايدونتيفي لو ريزو يعني ايدونتيفون اللي غنعطيه انا للديبارتمون دو ستوك ما خصش يكون نفسه عند ديبارتمون دو بوبليسيتي متفهم مزيان لا بارتي الثانيه كتسمى لا بارتي ماشين او لا اون انغلي كيتسمى الهوست اي دي الهوست دونك الهوست اون انغلي هي لا ماشين مزيان هاد الهوست اي دي شنو بيان سور هاد الهوست اي دي غي ايدونتيفي لا ماشين اللي كاينه وسط هاد لا فاسي ريز دونك منين مثلا انا بغيت نعطي واحد لادريس اي بي ديبارتمون دو ستوك دونك غنعطي ديبارتمون واحد الاي دي اللي خصو ما يكونش معاود في اي ريزو عندي في الشركه ومنين ياخذ هاد الريزو هاد ايدونتيفيو لي ماشين غيبقاو يتعلموا بهاد لابارتي ماشين وهاد لابارتي ماشين باش نفرقها على ريزو غنقلع في الاحتمالات ديالها دونك لي بيت ديالها غيعطوني بزاف ديال الاحتمالات وكل احتمال غتبقى تاخذ واحد لا ماشين وما خاصش واحد لا ماشين تاخذ نفس الاحتمال ديال لابارتي ماشين ديال اون اوتر ماشين وقلنا هادشي ما يمكنش اصلا يوقع علاش حيت فرضا انت كاع غلطتي وبغيتي تعطي واحد الاحتمال لواحد لا ماشين اللي ديجا هذاك الاحتمال عطيتيه لواحد لا ماشين قبل قلنا الارك غيخلي لا ماشين تعرف بان ديجا واحد لا ماشين واخده هذا الاحتمال وما غتقبلوش ليك غتقول لك هاد لادريس اي بي اللي هي هاد الاحتمال ديال لابارتي ماشين اللي بغيتي تعطيني راه ديجا في نفس الريزو يعني في نفس لابارتي ريزو ديجا مأخوذ من عند واحد لا ماشين اخرى متفقين وهكا غنحلوا هاد المشكل ديال العشوائيه متفقين وهاد بيان سور هادشي شكون كيديروا كيديروا لادمينستراتور ديال الشركه يعني الشخص اللي مكلف بلادمينستراسيون ريزو هو اللي كيختار لكل ريزو لابارتي ريزو اللي كاس ايدونتيفي وهو اللي كيفرق الاحتمالات ديال لابارتي ماشين على لي ماشين ديال كل ريزو متفق وهكا ما عمر غيخل اولا ما عمر غنطيحوا في هذا البروبليم ديال ان جوج اشخاص دو ريزو ديفيرون يختاروا نفس ادريس اي بي تو سامبلومون علاش حيت الاي دي ديال الريزو اولا ديال لاباسي ريزو ديال ستوك ما غيكونش كيتشابه مع البيبليسيتي دونك شنو هما لي كان ممكن طيح فيهم لي كان ممكن طيح فيهم هو ان في دو ريزو ديفيرون سمعوني مزيان هاد القضيه دو ريزو ديفيرون لا بارتي ماشين ممكن تكون بحال بحال ولكن لا بارتي ريزو ما يمكنش تكون بحال بحال شنو معنيتها ممكن واحد لا ماشين هنا تختار باريزون فرضا بلي انا هاد دو اوكتي هما اللي باغي ناخذهم انا كون بارتي ماشين فرضا هنا يكون واحد عشرة وهنا واحد عشرة يقدر يكون هذا الاحتمال هذا ولكن لا بارتي ريزو ما خاصهاش تكون بحال بحال حيت قلنا بكل ريزو خصو يكون عنده واحد الاي دي نت او لا بارتي ريزو ديالو خاصه به دونك الا عطيتي مثلا الستوك 192 168 اللي هي لا بارتي ريزو ديالو نيس اي دي وهذه الهوست اي دي خاص
اوتوماتيكمون بيبليسيتي ما يكونش عنده هاد النيس اي دي حيت قلنا هاد النيس اي دي خصو يكون اونيك بور شاك غيزو دونك فرضا خصنا نعطيو مثلا هذا 169 بار اكزومبل واخا غنعرفو بلي هاد 169 راه من بعد غنعرفو البريفي والبوبليك غنعرفو بلي مايمكنش نخدمو بها دروك ولكن غير كوم اكزومبل عطيتكم مثال دونك الا كانت هاد لابارتي ريزون مختلفه بحال هاد الشكل دونك ستوك عطيناه ايدونتيفيون ديال الغيزون 190 169 و بيبليسيتي عطينا 190 169 دونك ما كاينش اشكال الا خاد هذا واحد هوست في هاد الريزو هذا خاد واحد 10 ونفس هاد واحد 10 خاد واحد لا ماشين في الريزو دي بارون علاش حيت تو سامبلوم الا شفنا الطوطال ديال لادريس اي بي غنلقاو ما كيتشابهش يعني الا كانت غير شي بارتي مختلفه مع الاخرى دونك اوتوماتيكمون لادريس اي بي كامل اللي تختارت هنا ما غاتكونش هي لادريس اي بي اللي كاين هنا دونك هذا غيكون عنده 192 واحد 10 ولكن هذا غيكون عنده 192 واحد 10 دونك هادو تو سامبلومون دو ادريس اي بي ديفيرون دونك هذا لو كا ان دونك ما بقاش عندي مشكل في ريزو ديفيرون اش نشوفو في نفس الغيزو واخا قلنا في نفس الغيزو حتى الى غلطت انا وعطيت واحد ادريس اي بي معاوده دونك قلنا الارب كيحل المشكل دو بروتوكول ارب اللي غنقراو في تي سي بي اي بي دونك غير نهضر الدراري طلبوا هاد الكود ديال ادريساج اي بي بزاف حيت ما فاهمينوش نقزنا ودرنا لادريساج ولكن حنا راه مازال ما كملناش الموديل تي سي بي اي بي مزيان دونك قلنا بالنسبه لهذا فين كنا لو ميم ريزو دونك نشوفوا لوكا ديال لو ميم ريزو دونك لي ماشين كاملين ديال نفس الريزو بيان سور كيفاش غيكونوا في لابارتي ريزو غيكونوا كيتشابهوا يعني الا عطيت انا الديبارتمون دو ستوك 192 169 كاع لي ماشين اللي كاين في وسط هذا الريزو خصهم يكون عندهم نفس لاباسي ريزو علاش حيت هما كينتميو لهذا الريزو هذا دونك قلنا شكون فين غيكون الفرق ديال لي ماشين في ميم ريزو غيكون قلنا الفرق في البارتي ماشين يعني الاحتمالات ديال لاباسي ماشين غنبقى نلعب فيهم وكل احتمال غنعطيه لواحد لاماشين ومخصش يكون الاحتمال اللي عطيتو لهذيك لاماشين عند شي ماشين اخرى فهمتي شنو معنيتها معنيتها ان في ميم ريزو لاباسي ريزو ضروري غتكون بحال بحال عكس ديال ديفيرون ريزو قلنا ديفيرون ريزو لا بارتي ريزو خصها تكون ماشي بحال بحال ولا بارتي ماشين تقدر تكون بحال بحال ولكن في لو ميم ريزو لا بارتي ريزو خاصها تكون بحال بحال سينو الا ما كانتش بحال بحال دونك لي بي سي ما كينتموش نفس الريزو ولكن بالنسبه للهوست اي دي يعني لا بارتي ماشين ما خاصهاش بتاتا تكون بحال بحال عند دو بي سي في نفس الريزو وهكا غنكونوا حلينا كاع المشاكل او كاع لي كان اللي ممكن يطيحوني في ان جوج ديال لي بي سي ياخذوا نفس لادريس اي بي ولكن بالنسبه لهذه القضيه راه ممكن يطيحوا في الغلط اشنا هو ان قلنا هذا الشيء شكون كيديروا لادمين خاطر ولادمين خاطر سي تانيتر هيومان يعني يقدر يغلط عادي انه يدير واحد الفوط وهذا الشيء كيدخل مانيورمون عارفوا بلي كاين دي اس بي اللي كيفرق مي دابا غنتكلموا هادشي كيدخل مانيرمو يعني انا اللي كندخل كل بي سي كندخل لادريس اي بي دونك فرض الله من خطا يقدر ينسى انه عطى لواحد بي سي واحد 10 ويمشي لواحد اون اوتر ماشين ويعطيها حتى هي 192 168 حيت قلنا كتنتمي لنفس الريزو دونك خاصهم يكونوا كيتشابوا في لاباتي ولكن في لاباتي ماشين عوض ما يعطيها واحد لاباتي ماشين مختلفه غيعطيها واحد 10 غلط نسى دونك قلنا في هاد لوكا الارب هو اللي كيحل المشكل وما غنطرقوش دابا لهاد البروتوكول حيت قلنا خصنا نرجعوا للموديل تي سي بي اي بي دونك كون كنا ديجا درنا الموديل تي سي بي اي بي وتبعنا لي كود سكسيسيف دونك كنا هنايا غتعرفوا علاش الارب غيحل هاد المشكل وكيفاش غيحل ولكن غنخليو هاد سميتو حتى نرجعوا من بعد ونكملوا تي سي بي اي بي صافي مزيان دونك دابا عرفنا البرانسيب اولا الفكره اللي جاتهم حيت دابا باقي لحد انا هادشي غير فكره كيفاش غنعرفوا لا بارتي ريزو يعني لا ماشين هي ما كانتش معانا حنا نقدروا نديروا هادشي في ورقه وستيلو ولكن لا ماشين ما كتفهمش ما عندهاش عقل لا ماشين اللي عطيتيها غتقبلوا منك دونك كيفاش لا ماشين غتعرف لا بارتي ريزو باللي ها لا بارتي ريزو وها لا بارتي ماشين هنا الفكره او لا فونكسيون دونك حنا قرينا غير الفكره دابا اما البرانسيب اللي غيطبق يعني براتيكمون مازال ما عرفناش دونك بداو كيفكروا قال لك خاصنا شي طريقه لي ماشين يعرفوا بها لا بارتي ريزو ديالهم يعني الريزو بمعنى اخر الريزو اللي كينتميو ليه يعني الا عرفوا لا بارتي ريزو غيعرفوا الريزو اللي كينتميو ليه ويعرفوا لا بارتي ماشين اللي هي الايدونتيفيون ديالهم يعني الاحتمال اللي واخذوا البي سي بقاو كيفكروا الفكره اللي طاحت اشنا هي
هي انهم غيديروا واحد لادريس اخرى بحال لادريس اي بي، وغنعرفوا علاش كاين ادريس اخرى. هي نورمال ماشي ادريس اخرى، مي حد الان غنقولوا ادريس اخرى. علاش هاد الادريس؟ قال لك غتكون لا ستركتشر ديالها بحال لادريس اي بي. شنو معناتها؟ حتى هي فيها ربعه ديال لي زوكتي، اوكتي 1 اوكتي 2 اوكتي 3 واوكتي 4، وكل اوكتي وي بيت. دونك هنا وي بيت، وهنا وي بيت، وهنا وي بيت، وهنا وي بيت، 8 ديال البيت 8 ديال البيت. وحتى هي كتكتب اون ديسيمال، وحتى هي اكبر اصغر رقم ممكن تكتب اون ديسيمال فيها هي زيرو، يعني الاحتمال ديال 8 ديال البيت هما زيرو. واخر احتمال اللي ممكن تكتبو في ان اوكتي هو 255 اللي هو كاع لي بيت ا ان، اللي هو اكبر احتمال ديال كل بيت. دونك ولكن فاش غنفعل هذا الشيء؟ قال لك ودي بالنسبه لكل ماشين غنبقاو نعطيوها لادريس اي بي، وغنزيدوها واحد الحاجه اخرى اللي هي هاد لادريس هادي. وهاد لادريس هادي هي اللي غتبقى تحدد البي سي فين هي لابارتي ريزو ديالو، فين هي لابارتي ماشين. صافي متفقين مزيان. وهاد لادريس قال لك غنسميوها لو ماسك. لو ماسك صافي متفقين. دونك هذا ماسك. دونك الا تكلمنا على ان ماسك ريزو هو واحد لادريس بحال لادريس اي بي، حتى هو فيه 32 بيت، و حتى هو فيه 4 ديال لي زوكتي، وكل اوكتي كتكتب فيه واحد النومبر ديسيمال من 0 حتى 255، وفيه 32 بيت. يعني كاع داكشي اللي قريناه في اونيفو ديال لادريس اي بي كاين اونيفو ديال الماسك. صافي متفقين مزيان. دونك دابا غنشوفوا هاد الماسك كيفاش غيخلينا نعرفوا فين هي لابارتي ريزو، اولا كيفاش غيخلي لا ماشين، ماشي حنا حيت حنا غنكونوا اوتوماتيكمون عارفين. دونك كيفاش غيخلي لا ماشين تعرف لابارتي ريزو ديالها ولا بارتي ماشين ديالها؟ دونك بقاو معايا باش نكملوا. دونك عندنا دونك غنكملوا، قلنا بلي الحل في يد لو ماسك ريزو. دونك هذاك لو ماسك ريزو لي لا ستركتور ديالو بحال لادريس اي بي، واللي غيبقى يتعطاه كوم اوبسيون 2 في لادريساج، يعني في كل بي سي غنبقى نعطيو لادريس اي بي وغنزيدو حتى لو ماسك. دونك غيولي البي سي ياخذ حتى لو ماسك معاه. دونك القاعده اش كتقول؟ قال لك بالنسبه لابارتي ريزو في الماسك اي بيت. دونك بيان سور الا حولنا لهاد لادريس اي بي اللي عندنا مثلا هنايا، الا حولنا اون بينير، دونك مي تو شنو غتعطي؟ غتعطي 1 1 0 0 وكلشي 0. دونك هادي وعرفنا حتى عرفنا قرينا في الفيديو سابق كيفاش نديرو لا كونفيرسيون من ديسيمال بينير ومن بينير ديسيمال بلا ما نعاودو. دونك 128 زائد 64 هي 192، و 168 غتعطي 1 0 1 0 1 اللي هي 128 زائد 32 اللي هي 160 زائد 8 هي 168. وغنكملو بدي زيرو. دونك 1 2 1 2 3 4 فوالا، و 1 بيان سيغ باينه اللي هي 0 0 0 1، و 10 هي 0 0 0 0 0 لا جو بونس 1 اللي هي 8 و 2 4 1 0. دونك هذه هي 10 مزيان. دونك هذا هاد لادريس اي بي اون ديسيمال، هادي هي لا كونفيرسيون ديالها اون بينير. دونك انا كادمنستراتور عندي لو شوا، انا الريزو اما اولا مثلا ديبارتمون دو ستوك لا بارتي ريزو اللي غنعطيها انا اللي كنحددها. متفقين؟ انا كادمنستراتور فرضا انا بغيت مثلا هاد دو اوكتي هما اللي نعطيهم بارتي ريزو، يعني نفس ليكزومبل اللي شفنا قبل. بغينا انا هاد دو اوكتي الاولين اللي هما 16 بيت الاولى نعطيها هي لابارتي ريزو، و 16 بيت اللي غتبقى غتكون هي لابارتي ماشين. قال لك في لو ماسك، قلنا لو ماسك هو غيكون نحاولو نحيو هاد الشيء ونكتبو لو ماسك بواحد لاكولور ديفيرونت مزيان. دونك قلنا لو ماسك حتى هو في ستركتور ديالو غيكون دي بيت نفس العدد ديال البيت 32 بيت هنا نفسها غتكون في لو ماسك. دونك القاعدة ديال الماسك غيقول لك أي بيت، سمعو مزيان القضية، اي بيت في لادريس اي بي بغيتي تبين لا ماشين بلي هاد البيت راه بغيتي تخليه لابارتي ريزو، قال لك غتجي للماسك وغد البيت اللي مقابل معاه. داكشي علاش الماسك دارو في النورم ديال البيت بحالو بحال لادريس اي بي، حيت الطريقه باش غنبينو لا ماشين شكون هي، شكون هو البيت اللي بارتي ريزو بارتي ماشين، خاصها كتستوجب ان كل بيت يكون تحت منه بيت خو.
يعني 32 بيت غتكون تحت منها 32 بيت. دونك قال لك الا بغيتي ترد مثلا هذا البيت بغيتي تبين لا ماشين بلي هذا الان اللي محطوط هنا راه هو لا بارتي ريزو راه داخل في البارتي ريزو قال لك في الماسك خاصك تحط واحد. دونك حنا الا كنا غنردو 16 بيت كامله في لا بارتي ريزو دونك شنو معناتها؟ معناتها ان الماسك في 16 بيت كامله الاولى غيكون واحد وهذه القاعده. يعني اي بيت بغيتي تردو في لادريس اي بي اون بارتي ريزو جي اللي مقابل معاه وحط واحد. دونك اون فوا لا ماشين كتقرا الماسك وكتلقى مثلا هنا في الماسك واحد كتعرف بلي انت كتقول ليها بلي هذا البيت اللي كاين في لادريس اي بي اللي فوقو راه خاصك تخليه في لا بارتي ريزو. هذا هو هذا راه داخل في البارتي ريزو اللي كتنتمي ليه. صافي متفقين مزيان. دونك 16 بيت قلنا الاولى كامله غتكون واحد. دونك ان 4 1 واحد 8 ديال لي زهره بوان. دونك هادي لا بارتي ريزو. دونك هادي لا بارتي. دونك الماسك ملي تلقى واحد في واحد لو بيت في الماسك عرف بلي هذاك البيت كيخلي البيت اللي مقابل مع فادرس اي بي يكون في لا بارتي ريزو. إيه وبالنسبه لا لا بارتي ماشين هي هذيك. دونك غنحاول نجيب لكم ريزو ماشين. و لا بارتي ماشين شنو هي القاعده ديالها؟ قال لك لا بارتي ماشين اي بيت بغيتي تردو في لادريس اي بي في لا بارتي ماشين جي البيت اللي مقابل معاه في ماسك حط زيرو. دونك هاد 16 بيت اللي بقات كامله كيفاش غتكون؟ بيان سور غتكون دي زيرو. وهكا كتعرف لا ماشين بلي هاد لا بارتي اولا هاد لي بيت اللي تحت منهم في الماسك زيرو راهم راه انت باغي تدخلهم في لا بارتي ماشين. متفقين؟ دونك لا ماشين ملي كتدخل ليها لادريس اي بي كومسا وكتدخل ليها الماسك ديالها دونك كتجي كتقرا الماسك كتبقى دونك الماسك هنا ان دونك هاد ان الاول راه في لابارتي ريزو. هنا تعاوتاني واحد دونك هاد واحد راه في لابارتي ريزو. هنا الماسك واحد دونك اللي مقابل مع هاد الزيرو راه في لابارتي ريزو. دونك اون فوا كتسالي واحد اون فوا كتلقى زيرو دونك هاد الزيرو هذا راه مكاينش في لابارتي ماشين لابارتي ريزو كاين في لابارتي ماشين. وهادشي كامل اللي بقى كتعرفوا بلي في لابارتي ماشين علاش؟ حيت كتلقى في الماسك دي زيرو. دونك في الماسك ان كيعني بلي البيت اللي في لادريس اي بي اللي مقابل معاه اولا في نفس البوزيسيون ديالو كنقولو راه في البارتي ريزو. وزيرو في الماسك يعني بلي البيت اللي في نفس البوزيسيون ديال هذاك البيت اللي فيه زيرو في الماسك راه في البارتي ماشين. بيان سيغ حنا اونيفو ديال لا ماشين كتعاملهم بين يعني القرايه ديال لا ماشين كيفاش كتقرا هذوك لي زوبسيون اولا لي زادريس اللي كتحط ليها لادريس في الماسك كتقرا اون بين هكا. ولكن حنا ملي غنبغيو ندخلوها غندخلوها مانيالمون. وبلي كنتعاملو حنا كايتر ايمان كنتعاملو قلنا مع اش مع لاباس ديس يعني لاباس ديسيمال يعني هادشي كامل خاصو يتكونفيرطا اون ديسيمال. دونك تو سامبلومون ملي غنبغي نكتب انا لادريس اي بي ديال هاد لاماشين اللي كاين مثلا في الديبارتمون دو سوك غنقول ليها بلي انت عندك لادريس اي بي 192.168.1.10 وغتلقى بلي كاين واحد هادي ادريس اي بي صافي اي بي وغتلقى بلي كاين واحد الاوبسيون ديال الماسك والماسك تو سامبلومون غنكونفيرتيو هادشي اللي خرج لينا اون بينير. دونك الا كونفيرتيت انا واحد لوبتي كامل 8 ديال البيت كاملين ان غيعطيني هو 255 بوان. والا كونفيرتيت لوبتي الاول اللي هو كامل واحد دونك الا حسبتو كونفيرتو اون ديسيمال غيعطيني حتى هو 255. والا كونفيرتيت تخوازيام اوبتي اللي هو كامل دي زيرو غيعطيني زيرو. والا كونفيرتيت كاتخيام اوبتي اللي كامل زيرو ربطيتو اون ديسيمال غيعطيني زيرو. دونك الا كتبتي لا ماشين هاد لي بارامتر لا ماشين اوتوماتيكمون كتعرف بلي الريزو اللي كتنتمي ليه راه الاي دي ديالو هو 1998 وهذا الشيء اللي كاين فريمون. وكتعرف بلي الاحتمال اللي خدت هي 11 في هذا الريزو. صافي متفقين؟ وهذا الشيء غينفع بزاف الحوايج. من بين هاد الحوايج انها مثلا واحد لا ماشين ملي كتبغي تصيفط واحد الميساج خاصها تعرف واش هاد الميساج غادي لواحد البي سي في نفس الريزو. وهذا الشيء غنتكلموا عليه دوماج زعما ما تكلمناش على سيفيزامون على تي سي بي اي بي او مازال ما كملناش الفيديو ديال تي سي بي اي بي حيت كون كملناه كنتو غتفهموا بزاف الحوايج في هذه القضيه. دونك انا غنتكلم اون بريف على هذه الحوايج. دونك قلنا لا ماشين خاصها تعرف واش لا ماشين اللي غتصيفط لها ميساج واش معاها في نفس الريزو ولا ماشي معاها في نفس الريزو وغنعرفوا في الاب علاش. دونك شكون غيخليها تعرف واش البينغ يعني مثلا ملي كدير بينغ على 192 168 باغ اكزومبل جوج باغ اكزومبل 10
دونك كيفاش كتعرف هاد لا ماشين يعني هاد البينغ درتو فهاد لا ماشين هادي دونك كيفاش كتعرف هاد لا ماشين بلي هاد البيست اللي باغي تبينغ عليه معاه في نفس الريت دونك تو سامبلومون كتجي للماسك كتعرف بلي هادي فيما لقات واحد في الماسك دونك هذيك هي لا بارتي ريزو دونك اللي مقاله معاه هو لا بارتي ريزو دونك كتعرف بلي 1962 هي لا بارتي ريزو اللي كتنتمي ليه كتجي تقارن من اليسار لليمين كتلقى بلي هاد لا بارتي ريزو ديالك كتشابه مع هاد البيست اللي باغي تبينغ عليه دونك كتعرف بلي هاد لا ماشين اللي باغي تبينغ عليها راه في نفس الريت ما غاتحتاج تستخدم الروتور باش توصل لهاد البيس هذا علاش حيت معاها في نفس لوغيت انت فاهم وغنعرفوا حفاوات بزاف ديال هاد الماسك هذا غيخلينا نديرو بزاف ديال الحوايج اللي ما كناش عارفينهم قبل صافي متفقين دونك كان هذا هو الماسك غيزو وهذا الشيء علاش تختار على الماسك غيزو وهذا الماسك قلنا غيولي تعطى حتى هو البيس انت فاهم بنفس الطريقه وبنفس البرينسيپ والقاعده قلنا هي انني في الماسك فيما كان شي بيت بغيت نردو في لابارتي ريزو في الماسك خصني نحط واحد وفي اي بيت بغيت نردو في هذا الاي بي في لابارتي ماشين في الماسك نحط زيرو ومن بعد نكونفيرتي هذاك الشيء الريزلت ديال الماسك اون ديسيمال ونعطيه لا ماشين تو سامبلون دونك نتمنى هذا الماسك هذا يكون واضح بالنسبه للدراري اللي كانوا كيسولوا بزاف على هاد النوسيون ديال لادريساج دونك غيكون هذا هو اخر فيديو دونك كان معكم مهيب بوفدين نتلاقاو في فيديو جديد